دكتور ميشيل نوفل، أخصائي صحة نفسية، معالج نفسي وطبيب، موجود معنا اليوم. موضوعنا هو الهلوسات. أهلا وسهلا فيك دكتور. كاتيا، شو هي الهلوسات؟ على السقعة والثلج بيزيدوا ولا بيقلوا؟ ما بعرف، يمكن اكشلي يمكن. لانه في اوقات لما الاشياء بتكون، يعني في اشياء بتخلينا نخاف، نحس حالنا منا ان كنترول على الاشياء، يمكن بتزيد عنا كثير من المشاكل. ما بعرف اذا هذه وحده منهم. شو هي الهلوسات؟ الهلوسات اللي هو الهلوسينيشنز، هن لما الذهن يخلق بعض العوارض، مثلا مثل الصور او الاصوات او حتى حيال نوع من الحواس اللي نحن، الحسات اللي نحن عاده ممكن نحسها. الانسان عاده في عنده، حسب ما بنعرف، 5 سنسز، اللي هن يا الشم يا الطعمه يا الاحساس بالجلد او النظر او السمع، وفي غيرهم يعني، بس هولي اهم 5. في التوازن كمان. اذا كان الذهن مخربط بدون ما يكون في اي معلومه جايه من الخارج، الذهن او العقل هو اخترع من داخله وحده من هول الحواس، ساعتها بنسميهم هلوسينيشنز او هلوسات. يعني عاده نحن لما نشوف قدامنا شغله بده يكون في هيدا الشيء قدامنا موجود، عم تجي المعلومة لنقول على عيوننا من الخارج. لكن بالهلوسات ما بيبقى في، مثلا نقول شخص قدامنا، ولكن نحن عم نقشع شخص مع انه هو بصراحة مش موجود بالحقيقة، وما حدا غير عم بيشوفه. دونك هيدا الشيء الدماغ هو يلي بيخلقه. الهلوسات ممكن تكون كمان سمع، اصلا هو اكثر نوع هلوسات الهلوسينيشنز هن بنسمعهم، يعني الصوت، هلوسات الصوت، السمع، هن اكثر انواع الهلوسات. بيجوا اكثريه الاوقات ببعض الاضطرابات العقليه مثل الانفصام بالشخصيه، يلي هو اضطرابات ذهنيه، يعني السكيزوفرينيا. وبيجي كمان كثير بنشوف الاصوات بنسمع، او حتى هلوسات النظر من وراء المخدرات، بعض المخدرات يلي هن السبستنس ابيوز او دراجز. يعني عاده في اشخاص اذا بياخذوا LSD اسيد او بياخذوا شرومز اللي بسمون هن ماجيك مشرومز، ممكن يشوفوا اشياء منا موجوده من وراء الدراجز. ممكن الدماغ يخلق صور بالحقيقه منا واقعه منا موجوده وما حدا غيره بشوفها. هلا مش هلوسات، عم بسمع الرعد على قلب الاستوديو. انت كمان عم تسمع؟ عم بسمع طبعا. هلا بدي قوية. هيدي مش هلوسات. لا بالعكس، هي مش هلوسات ابدا. بس ولكن الكلمه هون عم تقولي للرعد، على فكره هيدي مهم النقطه. الرعد ممكن اذا حدا سمع رعد ولكن افتكر انه هيدا لنقول قصف، هون بطلنا هلوسات، هون صرنا عم نحكي illusions. في منهم بسموها وهم، لما واحد يكون في شيء خارجي بس دماغه يترجمه كشغله ثانيه، مثل لما مثلا نطلع اذا في شمس قويه على الزفت، اوقات بنحس مثل كانه في مي، في شيء قدامنا من الخارج عم بيجي على عيوننا، يعني عم نشوف شيء واقعي ولكن الدماغ عم بيترجمه بشيء ثاني. هيدي منا هلوسه. يعني لما نشوف قدامنا مثل بسموه الافيه ميراج، هيدا منه هلوسه، لانه نحن عم نشوف شيء قدامنا ولكن عم نترجمه بذهننا كغير موضوع. هيدي اسمها illusion. في عندي انا هون كاتيا، سوري بعد ما خليتك تحكي، في عندي كم صوره. مثلا ننظر لهيدي الصوره لذيذه، اذا متطلع خليها شوي لحتى نعطي مجال للمشاهدين يشوفوا. رح بسال سؤال هون، في اشخاص ممكن يشوفوا 6 ختياره، وممكن اشخاص يشوفوا فتاه اصغر، يعني بنت يونجر بالعمر. ما بعرف انت، انا شفت ختياره بسهوله دغري. خليها للصوره شوي هيك، نعطي شي 10 ثواني للمشاهدين شوفوا اذا ممكن يشوفوا امراه ختياره مسنه، او ممكن انت شفت اثنين رندا. ممكن شخص يشوف البنت الاصغر. هلا رح صعب شوي انه واحد يقدر يفرق، اوقات في منهم فيه يشوفوا 2، ما لها علاقه بالذكاء، ما لها علاقه بال، لا رندا اذكى مني طلعت هلا. ما لها علاقه بالذكاء، هي الذهن كيف بيبقى بيكون مبرمج هو. إذا نطلع على الست الختيارة مثلا بنشوف إنه على راسها في مثل شال أبيض، صحيح، وبالنص في منخار كبير، واضحة. بالنسبة للبنت الأصغر، نعم، بيرمي على اليمين، سو نحن عم نشوف بروفيل الميلة الشمال تبعها، وعلى راسها حاطة مثل ريشة خضراء
بيرمي هي على اليمين عم نشوف بروفيل، والتم يلي كنا شايفينه عند الامرأة الختيارة هو مثل عقد على رقبتها، هي بيرمي على اليمين كاتيا. برجع بعد الحلقة من نشتغل على الموضوع. عم جرب. هيدي إيلوجن، لأن نحن هون في شيء قدامنا عم نشوفه منه هالوسك. يعني مش دماغ عم يخلق، دماغ مخربط بالترجمة. هيدي واحدة من الصور. في صورة تانية كمان لذيذة إذا تاتيانا بتحط ليون. هون منشوف إنه في عنا زيحين تو لاينز، واحدة هوريزونتال واحدة بالطول. منحس أنت إياه بتحسيها أطول. ال يمكن قد بعضهم، هن قد بعضهم، بس اذا واحد بيطلع ببين انه اللي جاي واقفه المستقيم الزيح المستقيم هو اطول شوي، ببين هيك. كمان هيدي الوجن، يعني منا هالوسنيشن لانه في شيء قدامنا، ولكن تخربط بالترجمه بالدماغ بتفرجينا. بس رجعت اعتباري هون. مزبوط مزبوط، انك عارفه انه عم بجرب. هون هي الصوره كمان كلاسيك، يعني بنشوفها بكل كتب البسيكولوجي. عم نحكي نحن هون اليوم اكثر من الاضطرابات، اذا بدك نيوروساينس، يعني الدماغ كيف بيتخربط، كيف بينغش. كمان هون في اشخاص ممكن نشوفوا وجهين سود عم يطلعوا ببعضهم، شايفتيها؟ صحيح. شايفتيهم؟ ايه. اوكي. في اشخاص بيشوفوا فاز كبير ابيض. فاز كبير ابيض بالنص، مثل كانه الباك جراوند من ورق اسود، والفاز اذا بدك او الكبايه الكبيره او او الشاندولير الكبير ابيض. هون اذا الباك جراوند اسود بنبين قدامنا الا نحن الفاز الابيض، واذا الباك جراوند ابيض بنشوف نحن الوجهين السود. هول كلهم illusions، يعني في شيء موجود قدامنا ولكن دماغ عم بيضيع، عم بتخربط الانتربريتاسيون، يعني الترجمه تبع الدماغ. هيدا اسمه illusion. يعني ما في حقيقه واحده هون صار؟ لا ما في، بس هون في شيء قدامنا عم بتخربط الترجمه، بس في شيء موجود قدامنا منه هلوسه. منه هلوسه لا. اوكي. الهلوسات هن لما الدماغ هو يخلق اي نوع من الحواس الخمسه، حواس بيقولوا صحيح صح، الحواس الخمسه بيخلقهم هو، ولكن بالخارج ما في شيء. يعني واحد بيسمع اصوات مثل ما كنت عم بقول انا، اضطرابات الذهنيه، يعني السايكوتيك ديس اوردرز مثل السكيزوفرينيا. في هلوسات انيه غير متعلقه بامراض معينه، هلوسات ناتجه عن خوف معين، عن قلق معين، عن يعني عن وضع معين مؤقت. نعم. سؤال كثير منيح، لان انا بدي اقول اول شيء انه في هلوسات شوي طبيعيه، منها اضطراب. كلنا اوقات لما نوع الصبح ممكن نشوف شيء منه موجود، مش نشوف شيء ونترجمه غير، لا نشوف شيء منه موجود. هدول بيصيروا اوقات لما نوع الصبح. انسى شوي الاحلام، هيدك غير موضوع. بس انت عم تسالني اذا في هلوسات مؤقتة، يعني بوقت معين لانه انت خايف من شيء معين او عتلين هم شيء معين بيصير يتهيأ لك. قليل قليل، اذا ما في اضطراب ذهاني، يعني ما في مثلا فصام بالشخصيه او في مخدرات مثلا بتاثر، قليل لنشوف هلوسات. اكثر في illusions. illusions اذا واحد خايف مثلا. هون هلا رح لك اعطيك مثال عن الاولاد كيف ممكن مش يعملوا هلوسه ولكن يفسروا بغير طريقة بالنسبه لاهلهم. عم بعطي هون اول شيء، كنت انا مثل شويه مبسط ولكن رح نترجمه شويه بالحياه اليوميه كيف تطبق. ايه ممكن طبعا اذا واحد خايف من شغله، يمكن اذا شاف قدامه شيء لانه هو عنده هالاستعداد للخوف من هالموضوع، بصير يترجم الذهن هالشيء اللي شافه لغير شيء بخوف. مثلا اوقات اذا حدا وعى بالليل وكان عاطلين هم انه حدا يجي يسرق البيت او يهجم عليه او يفوت على الاوضه، اذا كان في طقم معلق معقوله كإلوجن مش كهلوسة يترجم الدماغ التقم كشخص شخص واقف لابس طقم. هيدي هون في طقم قدامنا، بقى نحن هون ما عم نهلوس، بس لأنه خايفين ممكن ذهننا يكون ناطر أنه نشوف شخص، بقى بيكون في هالاستعداد ويقوم بيشوفه كشخص مش كسيارة. إذا بناخذ نحن الحياة اليومية، ما بعرف إذا رح خليك تحكي اليوم بس لا. أنا جاي أسمع. أوكي. إذا بناخذ نحن مساحات اليومية، الطريقة الأهل بيتعاملوا مثلا مع الأولاد كتير بتخلي الولد يصير عنده استعداد معين لحتى إذا شاف قدامه موقف، يعني situation، يترجمها مثل ما هو معلم يفكر. هون صرنا عم نظهر شوي من الحواس اللي بنحكي عنهم، عم فوت أكثر إذا بدك على الإطار
العائلة، إطار اليومي، إطار الحياة. أنت يمكن بالنسبة لك مثلا موقف معين ترجميه بطريقة بذهنك، أنا بترجمه بغير طريقة، مش هيك بناخذ رأي بعضنا. لأنه كل واحد عنده طريقة تفكير، طريقة مفهوم معينة بتخلي الواحد يترجم موضوع معين. حتى نفس الموضوع فيك بظروف معينة ترجمه بطريقة، بظروف أخرى ترجمه بغير طريقة حسب ظروفك النفسية. إذا واحد متضايق بصير يشوف كل شيء بطريقة سلبية، إذا واحد مرتاح بيشوفه بطريقة إيجابية، وإذا قرر بيصير حتى لو متضايق يجرب يشوفها إيجابيا. بيجرب هون ساعتها بيكون عم إذا بدك عم بيشتغل بطريقة يغير إذا بدك الإلوجن بشكل عام. بقى إذا الأهل لنقول كانوا عم بيتعاملوا مع أولاد بطريقة، طبعاً هون إحنا نحترم كل إذا بدك طرق التربية السقفات وكل الاقتناعات. إيه في الإيمان أكيد كمان اللي كتير بأثر. طبعاً لأن إذا الشخص شاف شغلة قدامه مثلاً بيؤمن بموضوع معين حيترجمها حسب إيمانه حسب اقتناعه. بقى هون بعتقد أنا أنه بتأثر على طريقة تفكير الأشخاص لما يكبروا كيف تربوا على زخر. طبعا يعني بكل الأحوال إذا عم نحكي عن هلواسات متصلة بأمراض معينة صرنا عم نحكي عن علاجات مختلفة عن يعني اللوجنز غير موضوع يمكن منه مرض، وبما أنه شيء مؤقت بما أنه شيء بيقدر يعني يكون عم يتفاعل مع الظروف المحيطة ومع التربية المحيطة، ولكن الهلواسات موضوع آخر بحاجة لعلاج مختلف. شو بتكون العلاجات؟ أوكي. الهلواسات هن عادة بيجوا ضمن اضطراب، يعني يا من وراء مثلا تعاطي المخدرات، وبعض المخدرات اكثر من غيرها بتاثر على الهلوسات. مثل ما كنت عم بقول كل شيء هلوسينوجين بيخلق هلوسينيشنز، يعني اسيد او ال اس دي بسموه، او لكن بوضع المخدرات يعني توقيف المخدرات كمان بيعطي يعني بياثر على الهلوسات على فتره طويله. يعني لازم اول شيء اي شخص لنقول مثلا بيتعالج لسبستنس ابيوز يعني دراجز، طبعا لازم دراجز يتوقفوا. في بعض مرافقة. الأدوية أوقات كمان بحب بس خبر المشاهدين أنه في بعض الأدوية كمان تعمل نوع هلوسات ممكن تأثر على بعض الناس، وممكن الأدوية العادية في يعني بعض الأدوية لا، بس في بعض الأدوية اللي مستعملوا مثلا لحتى النام أو بعض الأدوية مثلا أقول لبعض الاضطرابات. الهلوسات كان بيجوا بالاضطرابات الذهنية اللي بنسميها احنا psychotic disorders، مثل مثلا انفصام الشخصية. بيكونوا واحد من عوارض الانفصام، ما بيكونوا هن انفصام، بيكونوا ضمن عدة عوارض بالاضطراب الذهاني اللي هو السكيزوفرينيا مثلا. أكترية أنواع الهلوسات بالسكيزوفرينيا الانفصام بالشخصية هن الهلوسات السمعية، يعني الاوديتوري هالوسينيشنز، عادة بيكونوا سلبيات، بيكونوا أصوات عم نسمعها، ممكن تكون أصوات شخص بنعرفه ولكن هالشخص مش موجود معنا، يعني غير شخص ما بيسمع صوته، بس المضطرب، بس المريض بتكون عم بقله اشياء مثلا سلبيه انه انت شخص عاطل لشو عيشتك روح انتحر. مشان هيك في اشخاص من ورا الشيء بيسمعوا اذا كان عندهم اضطراب الذهاني السكيزوفرينيا الانفصام ممكن ينتحروا، لانه بيسمعوا صوت مثل كانه حدا عم بيأمرهم او عم بيشوفوا قدامهم شخص مش موجود جاي يأذيهم. معنا كثير وقت دكتور نوفل. الادويه ممكن تكون مفيده بهالحاله، يعني العلاج ممكن يكون مفيد والمتابعه مفيده لانه ما يكون هالشخص اوقات بيكون حتى خطير على نفسه او على غيره. ممكن الادويه تكون عم بتحل هالمشكله اذا كانت متبعه بطريقه صحيحه. بحاله الاضطرابات الذهنيه اللي بيكون فيها هالوسائل الادويه ضروريه. والمشكله انه كثير من الاشخاص المرضى بيوقفوا الادويه، عشان يكون بشجع انه بالعلاج لاضطرابات مثل السكيزوفرينيا او غيرها فيها هلوسات انه الاهل يتابعوا مع المريض، لانه اذا بيتوقفوا الادويه ممكن يرجعوا هول هلوسات يصيروا. مثل ما كنت عم تقولي ممكن يفكروا حدا عم بيأذيه وهو اصلا ما في حدا قدامه ويقوم يدافع عن نفسه، وبعد شوي يطلع قدامه خيه يقوم يقتله مثلا. هون بيكون سببه مرض، ضروري الدواء يتاخذ. أوقات بيبقى الاضطراب لفترة قصيرة، أوقات بيبقى الاضطراب أكترية الأوقات لفترة طويلة مذنة. لكن يعني لنطمن الأشخاص إذا كان متابع هالشخص والأدوية عم تتاخذ بطريقة معينة يلي مناسبة طبعا مع مرافقة طبية، ممكن أنه على الأرجح أنه يكون في سيف كونديشن، بيكونوا أندر كنترول، ما بيكون في بقى هلوسات، بس لازم يضلوا متابعين على فترة متابعين. أهلا وسهلا فيك دكتور ميشيل نوفل، شكرا لوجودك معنا. احنا واقفة هلأ بألايف ومنرجع منتابع مع رندا فهد بإيترايت، خليكن معنا.